صارت مع نصيف باحسن برايم بيحب يغني فيه اوت اوف تيون كل الوقت. انت عم تزرب تعليق صعبه, هو كان موال بايده يعني بيعرفه في فرق. طيب. بس انا بالنسبه لي يعني I'm singing a song for one of my idols and I could even like حتى the fact that I don't even know that in the beginning it's like oh محمود شكري a tribute to Michael Jackson is absolutely ridiculous and the, like and he, No, I'm sorry. I know. Like as much as that might not matter for most people, it matters to me. When it's said that I'm placing a tribute for Michael Jackson, one of my idols, one of the people that I've been listening to ever since I was a little kid, like 3 years old. I couldn't even walk, and I would listen to this guy. And like all I get is like one time or two times on stage with the dancers. Excluding that, fine, I danced well. But I'm saying like there are like so many different steps that should have been taken that weren't taken. My responsibility is that I did wrong. انا غنيت غلط وكنت عيان وكان في مليون شغله ممكن اديك مليون اكسكيوز بس مش هدي اكسكيوزز. انا عندي شيء واحد ان انا غنيت غلط تمام I take responsibility for that. No, but I'm saying if there's going to be a tribute for someone like يعني that was something I can't say and I cussed like a sailor upstairs but I'm saying that was if I would see that at home I'd be like who the you know you do you think you are doing that. Yeah, I know that actually the same feeling اللي عندك هيك كان عندي ايه التايتل اكبر بكثير من اللي شفته بس ما قلت لك اياها. ذاتس جود انك انتبهت لها. هلا يو هاف تو يعني تو فيس رياليتي, هذا اللي صار وهذا اللي شفته انت ومش غلط. سبق اعطيتك حدا الايدول تبعه كان هون اهم انسان عنده بالنسبه له اللي بغني غنى معه مقطع يمكن يعمل في مقطع كان جدا ما حدا استوعبه من التلاميذ شو صار معه نصيف which is كان اسهل عليه منك يعني الغلطة عنده أكبر لنصيف وما بدي هالقد كان رجال بكل معنى كلمة حب قبل أنا علي ما بدي أسمع حق علي ما بدي شيء ما بدك تزعل what you did that was good بس أنا عم بعطيك ملاحظات أنا I always ask you من الهايبر تبعك نزل لي هون بهيدا I wanted you أكثر لحظة هايبر بتذكر شو قلت لي هذيك مرة عم بغني باتش وقلت لك قلت لك جن هون سألت قلت لك قلت لك جن مثل مايكل يعني يكون وحش مثله مع انه مايكل جاكسون لما بيعرفوا بالحياه العاديه هاي هاو ار يو اندروجين ما بنعرف اذا ما بتعرف اذا مره او رجال على حظاته وعم يحكي معك عن جد انه بس على الستيج مجرم انسان ثاني بقى ما بدها هالقد بصير اغلاط مع كل حدا رح اعطي كل لحظاتي للكل نصيف قلت لك شو بدريها منيح بس خفف شوي اليجانس وهالفجور بالصوت الزياده هيك قللي له شوي وبعدين الثقه لازم واحد ينتبه في كثير اخبار في اعطيكم اكزامبلز على الثقه انتبه باسل فت بالنغمه مش الحال اخر شيء بس شو اللي هالروبو تبعك هذا النازل بكب حاله ها ريان في مشكله مش عم اعرف شو هي من جد صار لازم تبرهني شيء ما فيك تكفي هيك بدك تبرهني شيء اذا عندك كاباسيتي بدك تفرجيها جو اند اسك سونجز لك اذا بدك بس برهني شيء اسمع جوا برا جوا هيك رجعي شوي تذكري انه اي هاف تو بي كلوز مع هيك في مطارح حلوه بذكرى كانوا بس انفعلتي اوكي وبعدين بليز عيونك افتح عيون اند ذن هيك مش كل الوقت بغني عالي ها محمد منيح المشهد التابلو اول مره لا عده مرات بس مره رقص كان انه تحركت شوي اوكي انتبه شوي على التيونينج باشياء معينه سلطان تغني اكثر نتمرن اكثر نفتح صوتنا اكثر البريزانس تبعنا اكثر انا عم غني ما بلتهي مش عارف حالي شو بدي بدي ارقص وارقص بليز شو مي سمثينج بليز حلوه وعندك حضور شو بدك ما تفرجيهم عم تموتيهم انت ما بدك انه انت ما بدي تاكل مثلا رز ما بدي تاكل سمك ما بدي تاكل مثلا لحمه لا ما بدي دجاج ما بدي جاتو ما بدي كله هيك مثل الولد شو اسمه ريان لازم الافرت تبعك اذا وين تعرفه ضعيف تشتغل عليه اكثر من الكل عندك اوقات كثير بالخمس ايام صدقني عندكم اوقات تقعدوا تتسلوا واحد بيتسلى شوي بس اذا انا حس حالي عندي علي اشتغل اكثر واحد بيشتغل اكثر ها لانه مرات بتكون عم تغني مرات منيح ليش بدك ترجع تغني اقل
محمد انتبهت كيف اتغنيت على العالي وبهيك فتح صوتك لما رجعت لتحت دائما تشيل منه ها؟ زينة كثير رفيع القاسي عم يكون رخي شوي رخي رح جرب عدة بوزيشنات اذا بتعرفي اذا عامل شوية تكنيك لازم تساعدك هالامور عزوه شوية جدية بالمغنى اكتر رحمة انا احسن بشوفك هالمرة انه مرتاحة اكتر بس كفي هيك بس بليز ما كتير تعربي it's not good هالقد انه بغض النظر بس عم قلك كان مستا مش حلو هالقد كل الوقت عرب فهمت شو بعد شو رح اعمل رح نمشي هيك وني رح ما تحسس بعده في عربي هون في عربي هون لا 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 في عربي وقعد بعصل عليها في عربي هون انه مش القد فهمت كيف بلش المغنى حلو هيك وسيدي له شوية عرب حلوة بس كل اول قطعة على اخرها هي من اول القطعة على اخرها حسستني انك ايه. لا بس احسن صار الوجه احلى بعدين كمان بليز بنات رجعت لك لكل البنات رجع بذكر بنات شباب كمان وقفت حدا تساعدك هيك هيك ما فيك تعمل هيك وما هالقد بفتح تذكره سوري انا ما شفتك على انك واقف على اثنين تشيرت ايه بس انه قبل قبل عندكم الوقف محمد كنت انه عنا ميرال تدمعي انك فيك تغني هيك وتغني هيك لان عندك كل الكاباسيتي انك تعملي اشياء اكثر عربي قصدك؟ ايه يو هاف تو براكتس مور اوكي محمود شكري صارت فورجيت خلص قطعت اوكي ما بحطها وراك اذا بدها تترك لك اشياء جو صرخ شوي بالاوضه هلا بيمشي الحال انا عم بقول لك ذاتس ذا بيست واي بس اوعى تحطها معك او تعرف تشتغل كل الجمعه اوكي عن جد بس اللوجيك حلو تبعك هذا 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 المنيح هذا هذا بحسنك برجع بذكركم بكره بكره شو احلى بدي اسالكم سؤال في شي بيانو منيح عندكم؟ هذا مش كثير هذا في نطيط مش موجود اللي بنقعد فيه نحن وفي شي واحد تاني كمان منيح في طب لا هيداك بجرب لي موجود مش مشكله وفي ميكرو منيح اذا بدنا نستعمله جوا بنظبط اوكي طيب بكره 8 وربع تقريبا موعدنا هون اني كويستشن بتحبوا رح تشارككم رح تكون معنا هبه رح تكون نشتغل نحن انا بشتغل عليها شوي قدامكم كم شغله اكيد بعد هكتك داي بيكون عندها مسرحيه طالعه منها اند ذن وي ستارت رح نغني عده اشياء منهم ريتشل فورال شويه مرار ليش عم نقي هالاشياء لانه هو فيها تكنيك على الفويس ما عندكم اياه تستفيدوا تسالوا منهم ورح اشياء كمان من السيدي تشوفوا كيف طريقه المغنى بالعربي كمان تبع كيف ممكن واحد النفس تبعه فيكم تسالوا اللي بدكم اياه تتسلوا انجوي حتى بدي انك تغني معه سويت وان سويت وان سويت داي ايه طبعا فويس تو مان وهي بتعرفها يمكن اي ثينك يعني اي شيء بتحبوه اوكي؟ استاذ بس اذا عايزين نروح مسرحية بليز بجد بليز اسك مدام رولا لا بس بدي احكي شغله مدام رولا انا تاخر ريان تعال شوي ورامي تعال شوي نفسنا نروح ريان ورامي تعال